السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. اجتماع الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية لمتابعة أعمال مؤتمر عودة اللاجئين في دمشق. أهالي تل رفعة بريف حلب يجددون رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته. والدفاع الروسية تعلن وقف الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان بعد المحادثات مع شويغو. انطلقت الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، وذلك ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين. وفي كلمة له خلال الجلسة أكد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق الذي عقد قبل عام تمخضت عنه نتائج مهمة تشكل منهاج عمل للهيئتين وتتم متابعتها من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات قائدي سوريا وروسيا الاتحادية الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين. لقد عملت الدولة السورية على توفير البيئة الداعمة لعودة اللاجئين السوريين وتأمين استقرارهم في مدنهم وقراهم بما في ذلك المتعلقة منها بالتشريعات أو بالبنية اللوجستية المطلوبة وفق إمكانات الدولة حالياً. وإذا كان العفو هو بوابة إنسانية وأخلاقية وسياسية تفسح المجال لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين، فإن مراسيم العفو الصادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد خلال الفترة الماضية هي خير دليل على الرغبة الحقيقية في إعادة اللاجئين، وقد كان آخر المراسيم في مجال العفو هو المرسوم 13 لعام 21. نعير اهتماما خاصا إلى تقديم مساعدات كهربائية وتزويد الناس بمياه الشرب وغيرها من الخدمات الأساسية بعد حرب طويلة ضد الإرهابيين. قد بدأت عملية لاستتباب الوضع في سوريا. الحكومة الروسية سوف تواصل تقديم مساعدة إلى الدولة سوريا الشقيقة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي الإنساني السياسي. احتلال التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمناطق في شرق الفرات التي تتواجد فيها الاحتياطات الرئيسة من النفط والمحاصيل الزراعية يؤثر سلبا على انتعاش سوريا وتطويرها. الانتشار الهائل للأخبار المزيفة حول الوضع في سوريا والتي تهدف إلى تخويف السوريين وإجبارهم على تأجيل عودتهم إلى ديارهم أمر مثير للقلق. جدد أهالي منطقة تل رفعة بريف حلب الشمالي رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين، وذلك خلال تجمع جماهيري في المنطقة. وأفاد مراسل سما أن الأهالي حملوا الأعلام السورية منددين باعتداءات الاحتلال التركي الوحشية على المواطنين السوريين. هذا التجمع الجماهيري الحاشد هنا في تل رفعة للتأكيد على التمسك بالأرض والثوابت الوطنية، وأيضا للوقوف صفا واحدا مع الجيش العربي السوري وتنديدا بالتهديدات المستمرة للنظام التركي ومرتزقته ورفضا لكل أشكال التدخل الأجنبي. معنا هنا العديد من المشاركين في هذا الحفل، يعطيك العافية، تحكي لنا عن هذا التجمع. يوم التجمع بنقول للعالم كلياته سوريا انتصرت وأثبتت للعالم أنه هي كيان واحد جسد واحد لا يمكن تمزيقه، تحت راية العالم السوري وقيادة الدكتور
دكتور بشار وجيشه المغوار وشعبه اللي بحب قائده اللي بيساعد دربه. تحكي لنا عن المسيرة اللي قمتوا فيها هو بالرفعات. نحن جايين نوقف وقفة تضامنية ضد إرهابهم ولنثبت لهم إنه نحن سوريا رح تضل عصية على الإرهاب ومتكاتفين وصامدين قائدا وشعبا، وإن شاء الله سوريا بتضل صامدة وعروس وأبية. طبعا معنا كمان أحد المشاركين هنا، يعطيك العافية. صباح الخير، صباح الخير سوريا. ما تجمعنا هذا يعبر عن أن سوريا منتصرة، سوريا واحدة، سوريا واحدة، قطعة واحدة. سوريا ستعود إلى الأمن والأمان كما كانت بعون الله وبقوة الجيش والشعب والقائد إن شاء الله وتعالى. يعطيك العافية، يعطيك العافية. تحكينا عن المسيرة. صباح الخير. بمناسبة تشرين التصحيح، تشرين حافظ الأسد، هاي سوريا وشعب سوريا واحد موحد أرضا وشعبا. ونقول المحتل الأردوغاني الإخوانجي أننا باقون وصامدون، ونحن خلف الجيش ومع الجيش وفي الصفوف الأولى، ونحن ملتزمين بكل مواقفنا وأراضينا وقرارنا، على أمل تحرير كل شبر في أرض سوريا بحكمة وقيادة القائد الدكتور بشار حافظ الأسد، والنصر لنا. يعطيك العافية. طبعا من لحظة أنه هون التجمع جماهيري عفوي حاشد، شو بتحكينا عن هذا التجمع؟ هذا التجمع عفوي ونابع من كل قلب سوري شريف مؤمن بأنها تراث سوريا عزيزة علينا جميعا. هذا المحتل التركي الغاشم، نحن كشعب سوري نرفض أي تدخل بشؤون سوريا، وإحنا دولة مستقلة بإذنه تعالى. كما تشاهدون بعدسة قناة سماء الفضائية، هذا التجمع الجماهيري العفوي الحاشد الذي خرج للتنديد بممارسات النظام التركي المجرم بجرائمه ومجازره، خرجوا ليؤكدوا على أنهم صفا واحدا مع الجيش العربي السوري وتحت راية العلم الوطني السوري، وليصدوا أي عدوان محتمل. كنت معكم أنا هيثم كزو من بلدة ذر رفعت في ريف حلب الشمالي. وثلاثة وعشرون يوما والطفلة جوان كايد الفسفوس ابنة السبعة أعوام تستصرخ المجتمع الدولي لإنقاذ حياة والدها الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مع 4 أسرى، احتجاجا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق نحو 5000 أسير، ولإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول معاناتهم علّه يخرج عن صمته ويتحرك لوقف هذه الجرائم. من أجل أن نحيا أحرارا، من أجل الوطن، أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات. جابت وإسنادا لما أسرانا الأبطال المدربين على الطعام ربا لسياسة الاحتلال. ألقت القوات العراقية القبض على 3 إرهابيين وضبطت مخابئ أسلحة خلال عمليات أمنية جنوبية العاصمة بغداد، وبعد مسح 150 كيلومترا مربع أعلن قائد عمليات ديالة للحشد الشعبي إكمال المرحلة الثانية من عمليات سلسلة جبال حمرين للقضاء على فلول داعش. تم العثور على أكثر من 17 مضافة تتوفر فيها إطعام وتمويل لوجستي لهم، إضافة إلى تم العثور على عجلة نيسان حديثة يستخدم الإرهابيين في عملياتهم الإرهابية. العمليات في قطاع عمليات ديالة إن شاء الله مستمرة. تم تفكيك عبوة ناسفة و4 مضافات زائد النفق. أما اللواء الرابع حشد شعبي تمكن من تفكيك وتفجير 4 مضافات، واللواء نداء ديالة تمكن من تفكيك 7 مضافات كانت تحمل مواد لوجستية. أعلن قائد الجيش الليبي السابق خليفة حفتر تقديم أوراق ترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى المفوضية العليا للانتخابات بمقرها في مدينة بنغازي. وفي كلمة متلفزة بعد تقديم أوراقه أكد حفتر تمسكه بوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، مشيرا إلى ضرورة الاصطفاف إلى جانب الليبيين لتنفيذ طموحاتهم. وتعهد حفتر ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
أعلنت موسكو أن أرمينيا وأذربيجان اتخذتا إجراءات لوقف الأعمال القتالية وبسط الاستقرار في المنطقة الحدودية بعد المحادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنه في الوقت الحالي تم وقف الأعمال القتالية في منطقة جبل كيليسالي وتم تطبيع الأوضاع وهي باتت تحت السيطرة. وسبق أن دعا وزير الدفاع الروسي في اتصالين مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني إلى وقف الأعمال التي تتسبب بالتصعيد العسكري على الحدود بين البلدين. وأعلن البرلمان الأرمني في وقت سابق مقتل 15 جنديا أرمينيا إثر اشتباكات مع القوات الأذرية على الحدود في ظل خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين المتخاصمين في إقليم كاراباخ. وسط التوترات المتزايدة بين أكبر قطبين اقتصاديين على مستوى العالم وإصرار الولايات المتحدة الاستمرار بسياسات عدائية لا طائل منها، عقد الرئيسان الصيني والأمريكي أول قمة افتراضية بينهما. وذكرت وسائل إعلام صينية أن الرئيس شي جين بينغ أكد لنظيره الأمريكي جو بايدن أن بكين سيتعين عليها اتخاذ إجراءات حاسمة إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان الخط الأحمر. ودعا الرئيس الصيني نظيره الأمريكي إلى حل الخلافات بشكل بناء بين الصين والولايات المتحدة وعدم السماح للعلاقات بين البلدين بالخروج عن السيطرة. وفي السياق نفسه أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أخبر نظيره الصيني أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة صين واحدة المتعلقة بتايوان. تذكير بالعناوين. اجتماع الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية لمتابعة أعمال مؤتمر عودة اللاجئين في دمشق. أهالي تل رفعت بريف حلب يجددون رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته. والدفاع الروسي تعلن وقف الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان بعد المحادثات مع شويغو. إلى اللقاء.